صاحب الورشة هو شاب فلسطيني مقيم بمدينة وادي سوف منذ أكثر من 13 سنة. استحدث مشروعاً مخصصاً لأعمال الجلد سيوفر عديد المناصب. درت مشروع بلاطر بدائي، ومع الزمن بديت نطور فيه، طورنا، دخلنا الكسترة، دخلنا الأمور ياسر، حتى بنخدم في أمور خاطئة تكون موجودة هني فمتني. تو خشينا في التصميمات، نخش في امور اخرى وهينا نحضروا فيها، وحلينا فرع جديد في ولايه تيغورد والزاير أوبا الناس الكل، فهمتني؟ يعني اي واحد يجي هنا ما يلاقي حتى اي صعوبات نسبه للدول الاخرى واي حاجه، حتى العباد يتقبلوا الناس الكل. والله الناس الواد رحبوا فينا، فهمتني؟ يعني تقدر تقول نتزوج من عندهم، نسابي ما حتى اي اشكاليه، يعني فهمتني كيفهم، بس بتضل يندهوك الاسم الفلسطيني، يعني فهمتني. الشاب الفلسطيني مجاهد قدم الى الجزائر عقب احداث الهجوم على قطاع غزه. بدأ مشواره كعامل مختص في الأسقف المعلقة، ثم قرر إنشاء ورشته الخاصة. جيت على الجزائر في 2008، كنت في زير العاصمة. بعد زير العاصمة قعدت عام، انتقلت لولاية الواد، اشتغلت في ولاية الواد وظهرت نخدم في البلاطر. بعد فترة من الزمن بدأت نخدم شوي شوي، درت مصنع جبس تابع للكسترا، كلها تسعين من ربي، وش اسمه ما كان حتى أي إشكالية عندي هني في الجزائر، كني مواطن عادي في ولاية الوادي، هني ما عندي حتى أي إشكالية. ومجاهد كي جاي هني لبلدية البياضة ولاية الواد حوالي 2008-2009، معناها لم يلقى أي صعوبة، نظرا لأنه السكن تاعه كان جارني في البياضة، نفس الحي نفس المنطقة، معناها وفرنا له كل الشروط اللازمة، شروط معناها تاع السكن، شروط أنها زوجنا، وفرنا له كل ما يحتاجه الفرد الجزائري. ويدين مجاهد الشاب الفلسطيني بالفضل للجزائر التي وفرت له بيئة للاندماج والنجاح.